الحمد لله صاحب الجناح المرهوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل لعل العاصي يتوب يعطي ويمنع ويحقق المطلوب يطعم ويسقي ويستر العيوب يمرض ويشفي ويكشف القروب نحمده سبحانه حمدا لذاته العليا منسوب ونعوذ بنور وجهه الكريم مفرج القروب ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يحدث من خطوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صاحب المقام الموهوب من خلقه مكارم الأخلاق وفي اتباع سنته تتسع الأرزاق وهو الصفي المحبوب نوره بين أبائه قائم وشرعه على مر الدهور بائن وما عداه من الشرائع مشطوب أول الخلائق بعد النفخة يفيق وأول من يحشر على التحقيق وحديثه غير مكذوب أول من يجوز على الصراط وأول من يدوس على البساط والكل من الهول مكروب صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء حين الجد حيث الفلاح أو الرسوب صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه على باب الجنة مكتوب بحبه تتحقق الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج القروب فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاع العبد أو عصى ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب يا غاديا نحو الحبيب عساك تقرأ السلام إذا وصلت هناك وعساك تجري ذكر مثلي عنده فهو الشفاء لدائنا ولداك وقل السلام عليك يا خير الورى من عاشق طول المدى يهواك ولقد سريت إلى المهيمن ليلة والله ما أحد سرى مسراك بالجسم كان سراك لا عريبة وتمكنت في ملكه عيناك رقيت تختلق السماوات العلا متواصلا حتى بلغت مناك وطلبت تخلع نعل رجلك هيبة فأتى الندى لا تخلع عن نعلاك وقد ناداك جبريل مخاطبا لك بالكرامة عن رضا مولاك إن كان آدم صفوة من خلقه فقد اصطفاك الله إذ ناجاك أو كان نوح في السفينة قد نجا فمن العدا في الغار قد نجاك أو كان إبراهيم أعطي خلة فقد اجتباك الله لحبه وهداك أو كان إسماعيل جاء له الفدا من ربه فكما فداه فداك أو كان موسى للإله
الله مخاطبا، فبليلة المعراج قد ناجاك، أو كان عيسى نال قبلك رتبة، فمراتب المجموع قد أعطاك. لقد نلت بالمعراج كل فضيلة، ورأيت رحمن السماء ورآك، فعليك يا خير الأنام تحية تأتيك بالإقبال من مولاك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. ثم أما بعد أيها العباد، اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا، واعلموا أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، أرزاق وأقوات، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، إن لله دينا أرسل له رسولا، طوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه فعصاه. أيها العباد، أين المريض والعواد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين ثمود وعاد؟ أين من طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم بتطاوله، كلا بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى كتب على كل من تحت عرشه الفناء، واختص لنفسه بالخلود والبقاء، ففي كل يوم نودع إلى القبور الأهل والأحباب، وفي كل يوم نبكي الشيوخ مع الشباب، فهل لنا أن نتذكر ساعة يوارى فيها علينا التراب، وتنقطع صلتنا بالدنيا وكأنها طيف خيال أو سراب؟ يجب علينا أن نتذكر ساعة الاحتضار وخروج الروح، والأولاد من حولنا يبكون، ونساؤنا تنوح، ويكثر العويل، ويشتد بنا الأنين، وأنت يا ضعيف يا مسكين على فراش الموت مطروح، تغرغر عيناك بالدموع، وللموت رهبة وخشوع، فتحاول النطق فيتعذر عليك الكلام، ولكن جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أتدري يا أخي أن هذه اللحظات صرخ فيها رسول الله حتى انقطع صوته وقال آه آه، إن للموت لسكرات، وهو الحبيب المصطفى، وهو الحبيب المجتبى، وهو من قال له ربه وعزتي وجلالي لو سلك الخلق إلي كل طريق، واستفتحوا علي كل باب، ما أذنت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. يصرخ رسول الله من شدة السكرات ويقول آه آه، إن للموت لسكرات. رسول الله في هذه اللحظات يودع الدنيا،
ليعلمنا قبل أن نخرج من الدنيا نقدم كشف حساب عن أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يبكي رسول الله ويصرخ إن للموت لسكرات. أراد أن يوعظ الأمة ويودع الأمة فما استطاع الوقوف على المنبر. سبحان الله، أيحدث هذا بحبيب الله محمد عند الموت؟ نعم، فإن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الله شددت عليه سكرات الموت. أتدري لما؟ حتى يخفف عنه الله الحساب. وهل يحتاج رسول الله إلى تخفيف حساب؟ رسول الله لا يحاسب أصلا، ولكن ليعلمنا ربنا إذا كان هذا مقام حبيبه ومصطفاه وهذا حبيب الله محمدا. ما استطاع رسول الله قياما على المنبر فجلس إلى درجته الثالثة وقال: أيها الناس، من سب محمد عرضه فهذا عرض محمد. هل سب رسول الله أحدا؟ هل أخطأ رسول الله في أحد؟ هل نال رسول الله من أحد؟ ولكن رسول الله يعلمك أنت، ولكن رسول الله يقول لك تحلل أنت قبل أن يكون الحساب بالحسنات والسيئات. سيدنا الحبيب المصطفى يقول: من أخذ محمد منه درهما أو دينارا فليقم. هل ظلم رسول الله أحدا؟ هل أكل مال أحد؟ أبدا. ولكن النبي يخاطبك أنت ويتكلم معك أنت ويحدثك أنت لتكون على استعداد للقاء الله. فيقوم واحد من الناس يدعي أن له حقا عند رسول الله: يا رسول الله، جلدت ظهري. فيقوم له أبو بكر: اجلس يا رجل، هذا رسول الله، وإن كان لابد فهذا ظهر أبو بكر. فيقول: إلا رسول الله. فيقوم الفاروق: يا رجل، هذا ظهر الفاروق عمر. فيقول: إلا محمد رسول الله. فيكشف رسول الله عن ظهره ويأتي الرجل وكان يسمى عكاشة، يقول: جلبت ظهري يا رسول الله. فيكشف الحبيب عن ظهره فيأتي الرجل إلى النبي فيحتضن النبي ويبكي على صدر سيدنا الحبيب المصطفى. فيقول النبي: يا رجل، ليس لك عندي شيئا. فيقول: يا رسول الله، لقد سمعتك تقول: من مس جسده جسد رسول الله لا تمسه النار أبدا. فأردت أن أحمي جسدي بجسدك يا رسول الله. فيقول الحبيب المصطفى: أيها الناس، اتقوا الله في الصلاة. الصلاة الصلاة، وهذا أسلوب تحذير في البلاغة، يعني عليكم بالصلاة، إغراء عليكم بالصلاة. النساء النساء، وهذا أسلوب تحذير، أي إياكم وفتنة النساء. ثم يقف رسول الله وهنا المسجد يلتقط أنفاسه. رسول الله يتكئ إلى أن وقف وقال: أيها الناس، أنا على عملكم شهيد.
وبينكم فرق وإن موعدكم على الحوض. أيها الناس، إذا ما محمد مات، وهنا يدرك الصحابة أن النبي سيموت وأن النبي يموت. أيها الناس، إذا محمد مات وغسلتموه وكفنتموه فلا تدخلوا للصلاة علي إلا بعد ساعة، لأن أول من يصلي علي هو الله. وهنا أدرك المسجد أن النبي سيموت، وما استطاع النبي أن يمشي، استند على علي وعلى الفضل ورجلاه تحفران الأرض. تخيل هذا المشهد، رجل عنده 63 عاما هو محمد رسول الله، يجر رجلاه في لحيته 17 شعرة بيضاء، نظر في الحجرة التي وضعوه فيها، فكان عند ميمونة أم المؤمنين، فنظر يريد نساءه، فاجتمعن فاستأذنهن أن يمرض عند عائشة. شوف الأدب، شوف سيدنا رسول الله بيستأذن النساء أن يمرض عند عائشة. ولله المثل الأعلى، سبحان الله، لم يمت رسول الله صائما، لم يمت رسول الله في عرفة، لم يمت رسول الله وهو يصلي، لم يمت رسول الله وهو يجاهد، لم يمت رسول الله في يوم جمعة، بل مات مفطرا في مرض في حجر امرأة. عشان يقول لك ايه؟ ان الاعمال تأتي الى الله بعملك. تموت جمعة، تموت في عرفة، تموت في رمضان، تموت في اي يوم، الاهم بما ستقدم على الله عز وجل. النبي يستأذن ان يمرض في حجرة السيدة عائشة، ووضع رأسه بين صدرها ونحرها كما تقول السيدة عائشة، فتقول فكان يضعه في كوة في كوب ماء ويمسح على جبينه ويقول آه إن للموت لسكرات. ثم تقول السيدة عائشة: ثم رأيته يرفع إصبعه السبابة ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. عارف كان بيقول لي كده النبي؟ كان يخير بين الخلد في الدنيا ولقاء الله، فاختار النبي لقاء ربه ومولاه، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وهنا يتقدم ملك الموت، وما عرف أنه استأذن على أحد. يا حبيب الحق ويا سيد الخلق، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت مخلدا في الدنيا ولك في الآخرة الجنة، وإن شئت لقيت الله الآن. فيقول الحبيب المصطفى: يا ملك الموت، عجل بها، وهل يكره الحبيب لقاء حبيبه؟ وهنا تقول السيدة عائشة: مالت رأس رسول الله في حجرها وفاضت روحه إلى الله. انت عارف ملك الموت أتى إلى رأس النبي وقال: يا أيتها الروح المؤمنة، روح محمد، اخرجي بروح من الله وريحان، ورب راض عنك غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ومات رسول الله. فاسأل نفسك يا أخي: أين راح صفوة الله آدم؟ وأين ذهب، وأين راح خليل الله إبراهيم؟ وأين ذهب كليم الله موسى؟ وأين راح روح الله عيسى؟ وأين الآن حبيب الله محمد؟ الكل وارت أجسامهم التراب، منها خلقناكم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم تغمد فقيدنا يا ربنا بواسع رحمتك. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وتب عليه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكركم على حسن استماعكم، شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.